من فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال: عبادة الله وطاعته هي غذاء القلوب وصلاحها، وليست أوامر الشرع تكليفاً أو مشقةً كما يزعمه بعض المتكلمين وبعض الفقهاء من أن الشرع تكليف، أو كما يزعمه بعضهم من أن الله أمر بالعبادة من باب اختبار الخلق، ولا كما يزعمه بعض المعتزلة من أنه ما أمرهم إلا ليثيبهم فقط على هذا العمل. والصحيح أن عبادة الله عز وجل ليست تكليفاً ومشقة. صحيح أنه قد تقع مشقة في بعض أوامر الشرع، لكن تلك المشقة ليست المقصود الأول، ولذا لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في كلام السلف أنهم يطلقون التكليف على عبادة الله وعلى شرع الله. فإن قال قائل، وهذا هو محل الاستفهام، لو قال قائل: ماذا تقولون في قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها؟ فالجواب أن هذا التكليف المذكور في القرآن إنما وقع في سياق النفي، بمعنى أنه لو حصل تكليف أو مشقة في أوامر الشرع فإن الإنسان لا يكلف إلا قدر وسعه وطاقته، فليست هناك مشقة مقصودة في عبادة الله وفي شرع الله، بل قال: إن غالبها لذة القلوب وسرور الأفئدة وكمال الأرواح. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله، الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال بعض المتكلمين وهو الغزالي، قال: هي لا تسبح، وإنما لكونها مفتقرة إلى الله تجري عليها مشيئة الله، هذا هو تسبيحها. ولا شك أن هذا المعنى خطأ، وكذلك قول من يقول إن تسبيح هذه المخلوقات وأن قنوتها إنما هو إذا رآها بنو آدم رأوها، فرأوا آيات من آيات الله فسبحوا الله عز وجل، وهذا خطأ. الصواب أن كل مخلوق يسبح لله عز وجل تسبيحاً نحن لا ندركه ولا نفهمه. أما كون كل مخلوق من جماد أو نحو ذلك هو مفتقر إلى الله فلا شك في ذلك. ومع هذا، فزيادة على هذا، فإن هذه المخلوقات ولو كانت جمادات فإنها تسبح الله عز وجل. وبنو آدم ما عرفوا الله فقط بهذه الآيات، بل قال رحمه الله: بنو آدم مفطورون على معرفة الله جل وعلا قبل هذه الآيات. إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لها تسبيح، كل له قانتون، لها قنوت، لكن نحن لا ندرك ذلك. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أن كل مخلوق مفتقر إلى الله، لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين. لكن قال: بعض المخلوقين قد يأتيه خير من هذه الدنيا فيحصل له نوع استغناء في ظنه، يظن أنه لما يأتيه المال أنه قد استغنى. ولذلك ماذا قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، لما؟ أن رآه استغنى،
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذا في ظن هذا المخلوق، ولكن لا يمكن لأي مخلوق، لأن فقر المخلوق إلى الخالق فقر لازم بذاته للمخلوق، كما أن الغنى المطلق لله عز وجل لازم لذاته جل وعلا. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال بعض الناس إذا لم يعطه المخلوق شيئا فإنه يذمه، وهذا كما قال يدل على ضعف يقينه، يدل على ضعف يقينه بالله عز وجل. ثم قال المحمود لا تنظر إلى ثناء الناس ولا إلى ذم الناس، إن قمت بما أوجبه الله عز وجل عليك لا تنظر إلى ثناء الناس ولا تنظر إلى ذم الناس، إن قمت بشرع الله. قال المحمود من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمذموم من ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل؟ لما أتى وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حجرته، فنادى أحدهم فقال يا محمد أخرج علينا، كما ذكر عز وجل في سورة الحجرات أخرج علينا فإن حمدي زين وذمي شيء، يعني يقول إن مدحت فمدحي هو الغاية وهو نهاية المدح، وإن ذممتك أسقطتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك هو الله، ذاك هو الله الذي حمده زين وذمه شيء، أما أنت فأنت مخلوق لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال عند قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله ما النتيجة؟ لفسدتا. قال رحمه الله بعض الناس لا يخاف من الله، فإذا لم يخف من الله اتبع هواه فلم يسترح قلبه إلا بالمحرمات، يقول لا يستريح قلبه إلا بالمحرمات، تلك المحرمات لا تغنيه، إنما الذي يغنيه، الذي يغني قلبك هو عبادة الله، فإن لم تستغني بعبادة الله واستغنيت بغيرها فهو فساد قلبك. إذن إن لم تستغني بعبادة الله وبطاعة الله فإنه يحصل لقلبك فساد عظيم. الدليل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنت عبد الله كل منا يريد ذلك، يريد أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يندفع عنه ما يؤذيه، هل تريد؟ وأنا مثلك أريد، ونسأل الله لي ولك التوفيق. هل تريد أن تكون قويا غنيا يندفع عنك كل ما يؤذيك؟ قال عليك بأمرين، كل ما يقوله رحمه الله موجود في الكتاب وفي السنة لكن الفهم يختلف، وهذا فهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء، والله عز وجل أعظم من عبده وأكرم من عبده. لو أن نفوسنا صفت وتطهرت وتخلت من المشاغل والصوارف وأصبح الهم فقط هو الهم للآخرة لوفقنا كما وفق إليه أمثال هؤلاء. تريد أن تكون قويا غنيا يندفع عنك كل أذى؟ عليك بأمرين، ما هما؟ التوحيد والاستغفار، التوحيد والاستغفار.
يعني الاستغفار الذي ورد بعدد معين في الشرع أو الاستغفار المطلق، لا يأتي إنسان ويأتي بعدد من الاستغفار ويبني عليه كما يبني عليه بعض الناس من أن له أجراً يحصل له كذا وكذا، لا، الاستغفار المطلق أو الاستغفار الذي قيده الشرع. عليك بأمرين حتى تكون غنياً قوياً يندفع عنك كل ما يؤذيك، ما هما؟ التوحيد والاستغفار. ولذا والله إني لأعجب، والله إني لأعجب من أناس قد بل ينتسبون إلى الدعوة يقولون ليس هناك داعي لتعلم التوحيد، هذا من الجهل. ولذلك قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كشف الشبهات، قال: من قال إن التوحيد قد عرفناه فهو من أجهل الناس. يعني ما مر مما ذكرته آنفا من فوائد هذه تتعلق بالتوحيد، هذه تزيد إيمان العبد، هذه تعطي العبد بإذن الله انشراحا وإقبالا على طاعة الله. ما ذكرته هو التوحيد. بعض الناس ما يفهم، يعني يقول التوحيد عرفناه، ما نحتاج إلى التوحيد. سبحان الله، ما تحتاج إلى التوحيد، لن تستغني عن التوحيد حتى تلقى الله. أول واجب عليك، أول واجب عليك بعد البلوغ هو التوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله. أول واجب في هذه الدنيا هو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر واجب حينما تخرج من هذه الدنيا، يعني أول ما يكون في مجيئك إلى هذه الدنيا هو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عند وفاتك التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعض الناس يقول لا نحتاج إلى التوحيد. إذن عليك بأمرين حتى تكون غنياً قوياً يندفع عنك كل ما يؤذيك. الدليل على هذين الأمرين التوحيد والاستغفار، قال جل وعلا لنبيه محمد، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنكم بنا نحن؟ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. ما معناها؟ ليس معناها كما قال بعض المفسرين من أن الشيطان يخوف أولياءه المنافقين، لا، لأن الشيطان يعيدهم ويمنيهم وهو لا يريد أن يرعبهم، وإنما الذي يرعبهم ويقذف الرعب في قلوبهم هو الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك ماذا قال بعدها؟ فلا تخافوهم، فالضمير يعود إلينا نحن، فالشيطان يجعل أولياءه مخوفين للمؤمنين لا خائفين منه. إذن لا تخف من أولياء الشيطان. ولذلك قال رحمه الله، قال بعض الناس يقول: يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخافك. انظر، هما جملتان: إني يا الله أخافك، الجملة الثانية: وأخاف من لا يخافك. قال: هذا كلام ساقط، ضعف في التوحيد، فيجب أن يكون خوفك من الله عز وجل. لو قال: هذا يتسلط علي ويعذبني، فالجواب: ما سلط عليك إلا بأمر الله. ثم انظر إلى حالك لو لم يكن لديك تفريط، لو لم يكن لديك تفريط في طاعة الله عز وجل ما سلط عليك. إذن ما الحل؟ تب إلى الله حتى لا يتسلط عليك أحد. ما الدليل؟
حتى لا يتسلط علي أحد فيعذبني. الدليل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله، كيف أتى بهذا الاستدلال؟ سبحان الله. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما تفسير هذه الآية حتى أصل إلى ما أريده من بيان تلك الفائدة؟ وهي فائدة لنا نحتاجها في هذا الزمن، بل يحتاجها كل مسلم إلى قيام الساعة. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن كثيراً من الربيين، وهم الجموع الكثيرة كما قال جماهير السلف، قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقتل منهم من قتل، ومع ذلك لما قتل من هؤلاء الربيين، لما قتل منهم تلك الأعداد صبروا وثبتوا حتى كانت راية الله هي العليا. وهذه قراءة الجمهور: وكأي من نبي قاتل. أما أبو عمرو فقرأها على وجهين مثل الجمهور، والقراءة الأخرى: وكأي من نبي قتل. ففهم بعضهم من أن كثيرا من الأنبياء قتلوا، وهذا ليس بصحيح. معنى الآية أن الأنبياء ممن أمروا بالجهاد قاتلوا في سبيل الله ومعهم أعداد كثيرة، تلك الأعداد الكثيرة لما قتل منهم من قتل ما ضعفوا وما استكانوا ولكن صبروا. بدليل ماذا؟ قال رحمه الله: بدليل أن الأنبياء قبل بني إسرائيل لم يقاتلوا في جهاد، والأنبياء من بني إسرائيل من موسى ومن بعده ما قتلوا، بل قال رحمه الله: ولم يأتي دليل على أن أحدا من الأنبياء قتل في الجهاد. قتل بعض الأنبياء نعم، مثل زكريا ونحوه، لكن قال رحمه الله: ما قتل نبي في الجهاد. إذن لما قتل هذا العدد من هؤلاء الربيين فما وهنوا وما ضعفوا؟ قال: هذا يدل على أن كل من قاتل على شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قاتل معه ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودا. قال: وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم فتحوا البلاد شرقا وغربا وعراقا وشاما وروما وعربا وعجما أكثر مما فتحوه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الصحابة قد قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أنه قد مات. قال: وهذه فيها عبرة لكل المسلمين إلى قيام الساعة، أن من يجاهد في سبيل الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دينه ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم موجودا، ولو كان قد مات. وكذلك من قتل، قال رحمه الله، فإنه يكون قد قتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. بدليل ماذا؟ قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الصحابة في حياته إلى غزوات وفي سرايا، ومع ذلك أليسوا داخلين في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ هم داخلون. فهذه فيها عبرة أن كل من جاهد أو قتل في الجهاد
الجهاد الشرعي على ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون قد قاتل، فإن قتل فإنه قتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، وهذه آية مستمرة إلى قيام الساعة. ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله، بما أنني ذكرت الربيين، الرباني قال بعضهم هو منسوب إلى الرب، فيقول رحمه الله هذا ليس بصحيح، لأن كل عبد منسوب إلى الرب، إما نسبة عموم أو نسبة خصوص. إذن ما معنى الرباني؟ قال هو مأخوذ من ربان السفينة الذي يصلحها ويقودها، فالرباني هو الذي يربي نفوس المسلمين. لكن هل هذه الكلمة كلمة رباني؟ وأنا سأعلق تعليقا مني بعدها، هل هذه الكلمة موجودة في اللغة العربية؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: زعم أبو عبيد، وهو من علماء اللغة، من أن كلمة ربانيين لا يعرفها العرب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا خطأ، هي عربية، ولكن العرب لا يتداولونها. لما لا يتداولونها؟ قال: لأنه ليس لهم ربان مثل ربان السفينة يقودهم. لما؟ لأنه لا شريعة لهم. إذن قلت يظهر لي ولكم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا كانت كلمة الرباني لا تعرف عند العرب لكونه لا شريعة لهم، إذن من أسقط الولاة أو أنه خرج من بيعة الوالي فإنه كما جاء في الحديث يموت ميتة جاهلية، من باب أولى، لأنه لا ربان له يقود سفينته.